ديالكم تضمن العديد من تسهيلات المرتفقين في الإدارة، ولكن راه كاينين بزاف د الحوايج اللي باقي كيحيلوا أن المرتفق يكون يلقى هذيك الخدمات اللي كيتمناها يلقاها في الإدارة. مثلا التفعيل الحقيقي للقانون المتعلق بتبسيط المصادر، باقي كنلقاو السيدة الوزيرة في الإدارة باقي كيطالبوا بتصحيح الإمضاء مطابقة للأسر رغم أن القانون راه تجاوزها، باقي الطمة الكبرى أننا كنطالبوا بشهادة الحياة رغم أن المرتفق واقف بحمية والحمية في الإدارة وكنطالبوه بشهادة الحياة، بالإضافة إلى شواهد أخرى تم الحسم فيها بالبطاقة الإلكترونية، يعني التفعيل فواد والقانون فواد آخر. ثانيا السيدة الوزيرة ما كايناش العداله وتكافؤ الفرص فيما يخص الموارد البشريه، الكل كيعرف فان في الوقت اللي كنجيو كنلقاو في واحد الاداره واحد العدد كبير من موظفين الاشباح، وهذا الموضوع اللي ولا كلشي كيهضر عليه ورسلناكم السيده الوزيره باش تاخذوا الاجراءات اللازمه فيه، كنلقاو ان هناك ادارات اخرى في المناطق القرويه والنائيه اللي ما فيهاش موارد بشريه، يعني كاين واحد المنطقه فيها واحد العدد اللي هو كبير وما واشباح وواحد العدد اللي محتاج لهاد الموظفين وما لاقيهمش مناطق قرويه. ثالثا السيده الوزيره الحوار الاجتماعي اللي خرج بصفر مكسب للموظف من ناحيه المستوى المادي، من المستوى المادي طبعا، وهنا نتساءل متى ستفتحون ملف الاجور، لا سيما في هذه المرحله اللي حنا في الوباء والغلاء والكل.